تتواصل اليوم فعاليات مهرجان ليالي المحرق التي انطلقت يوم أمس بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. وتسلط فعاليات المهرجان الضوء على مدينة المحرق وما تختزنه من إرث حضاري وثقافي غني. يقام المهرجان بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد للثقافة والبحوث، حيث تقام الفعاليات في مواقع عديدة حول المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول والأسبوع الثاني من الشهر الجاري. سيقدم المهرجان فعاليات تتنوع ما بين الموسيقى والمعارض وورش العمل والأسواق وغيرها الكثير في أماكن متعددة من المحرق.